ومباشرة ننتقل إلى الزاوية الثانية، وهي الزاوية تحليل سياسي للكاتب محمد لطيف، والتي جاءت هذا اليوم بعنوان الامتحان في مفهوم الخارجية بطريقة استفهامية، هكذا كما وصف أستاذ محمد لطيف. ويبدأ أستاذ محمد هذه الزاوية ويقول: على عهد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل في وزارة الخارجية انعقدت منافسات للحصول على وظائف في السلك الدبلوماسي. بعض المتنافسين أبلوا بلاء حسنا وحققوا نتائج ممتازة في كل المنافسات، فقط كان ينقصهم الولاء للحزب الحاكم آنذاك، المؤتمر الوطني المحظور، فتجاوزهم الاختيار. وكتبنا يومها ناقدين ما جرى، معيبين على الخارجية ما فعلت. المحير الآن أن التاريخ يعيد نفسه بخطورة، بخطوة تكاد تكون مشابهة ولا نقول مطابقة لما وقع في العهد البائد، ولكن في عهد من؟ بطريقة استفهامية هكذا. ويمضي أستاذ محمد ويقول: في عهد الثائرة الحقانية الدكتورة مريم الصادق تابعنا وتابعتم لا شك كل ما رشح عن هذا الموضوع في الإعلام، بل ونشرت قوائم نتيجة الامتحان التحريري، واتضح أن كثيرا من الراسبين في تلك القوائم قد اتخذوا طريقهم إلى قوائم القبول سربا، بينما تجاوزوا شرف دخول القائمة النهائية متفوقين وفق ما ظهر في القوائم المنتشرة. فكان طبيعيا أن تقوم الدنيا ولا تقعد. ويستمر الكاتب ويقول: وقد تريثت مطولا لأرى رد فعل وزارة الخارجية على كل ما أثير، ولكن سببين لم يتركا أمامي خيارا غير التعليق على ما يجري. السبب الأول أن الخارجية صمتت صمت القبور بشأن قوائم نتائج الامتحان التحريري التي سربت أو تسربت. أما السبب الثاني فهو البيان الذي صدر عن الخارجية، ربما حين كثرت عليها الضغوط لتقول فيه إنها قررت تشكيل لجنة استئناف لتلقي الشكاوى، فهذا يعني أن الخارجية تقر بكل ما جرى. ويختم أستاذ محمد ويقول: ومع ذلك سنمضي لآخر الشوط مع الخارجية في تعريفها الجديد لمفهوم الامتحان، تصفية المرشحين، ونطرح سؤالا مباشرا: ماذا يعني أن يتجاوز الاختيار ممتحنا يحمل بكالوريوس في اللغة الفرنسية وشهادات عليا من أرقى الجامعات البريطانية في العلاقات الدولية وحقوق الإنسان، مع خبرة عملية في العديد من المنظمات الدولية، ثم يجتاز الامتحان بامتياز في كل المواد، وفي المقابل يشمل الاختيار ممتحنا رسب في 3 مواد من أصل 4 بما فيها اللغة الإنجليزية والعلاقات الدولية؟